انا رئيس النادي ربما لا يرغب في تواجده. وهناك اخبار ان ربما احد اسباب اقاله بوتر كانت هو عندما اشرك حكيمي ضد توتنهام. نريد فقط التاكد من الاخبار لانه لاعب كزياش بامكانياته المفروض يكون لاعب اساسي، لا ادري، ولكن عليه الان خروج. بس الحل الوحيد الان هو الخروج من تشيلسي. ايضا يعني تشيلسي قام بانتدابات كبيره في الخط الامامي، لكن الانتدابات كلها لو تقارنوا مع زياش اكيد زياش افضل منه بكثير يعني، ولا تتاح له الفرصه. انا لازم يخرج من تشيلسي لانه هو تعدى مرحله انه يثبت نفسه، خلاص اثبت نفسه للجماهير للاداره. شوف بعض الاحيان عندما الامور لا تكون بخير خصوصا في نادي كتشيلسي مثلا عندك فرصه انك، لكن المشكله الاخرى انه كان عنده فرصه انه يغادر في فتره الانتقالات الشتويه لباريس. المشكل اللي صار انه تم تاخير الاوراق من طرف اداره تشيلسي. يمكن هذه الاشياء حتى هي عندها تلعب دور في، لكن هو المفروض نهايه الموسم يخرج. يا يونس، من اللاعب اللي مستقر في تشكيله تشيلسي؟ دائما الاسماء تتغير، دائما نظام اللعب يتغير. صحيح، لكن اقل شيء تشوفه احتياط يدخل مباريات، لكن المباراه الاخيره ما بقاش يدخل حتى. على فكره يوسف، يعني ننظر احتياطي نادي تشيلسي في هذه المباراه، جيمس، أسبيليكويتا، كوكوريلا، كوفاسيتش، ماونت، اوباميانغ، حكيم زياش، تشكيله اساسيه. مش اساسيه، هذا فريق هذا تلعب به في البريمير ليج. المشكل انا اقول مش المشكل، يعني هذا تدعيم لحديث عبد العزيز انه ما في استقرار على مستوى التشكيله. الوضع بشكل عام لا يوجد فيه استقرار. انا اشوف كانت عشوائيه في عمليه جلب اللاعبين. تجلب بكم؟ 500 مليون من الصيف مع فتره الانتقالات التشويه، تقريبا 600 مليون باوند، مبلغ كبير، واللاعبين كلهم تقريبا لاعبين على اعلى مستوى، لكن بعض الاحيان لا تحتاج للاعبين المبالغ. مثلا مدافع 80 مليون، مدافع 50 60 مليون، اشوف انا مبالغ يعني صرف غير محسوب. لا ادري، هي عشوائيه في عمليه التعاقد. اللاعبين عندك مراكز كثيره، عندك الكثير من اللاعبين في وسط الملعب مثلا، عندك لاعبين الان كونتي مش موجود، عده لاعبين. نعم. بالتالي حتى اي مدرب لم اي ثلاث مدربين الان ولا واحد يوم قدر انه يسيطر، لانه يعني عندما يكون عندك نجوم في غرفه الملابس صعب انك تسيطر عليهم، كل واحد يبي يلعب يكون لاعب اساسي. بالحديث على المدربين، دعونا نستمع الى